بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وليداتي تحسن أولى ثانوي شعبة العلوم التجريبية ولا الأدب والفلسفة في زوج، راكم تقراو تقريبا نفس الدروس عندكم. يونيت نمبر 1 getting through، والهدف تاعها يعني الثيم لو تام هو intercultural exchanges، معناتها التبادلات الثقافية. لازم تكونوا عارفين باللي أي حاجة عندها علاقة بهذا لو تام ممكن يطيح لكم، يعني أدوات التبادل الثقافي اللي هي الانترنت، كمبيوتر، سمارت فونز، ولا الثقافة في حد ذاتها. يعني ممكن يطحلكم على التبادل الثقافي في الطبخ، قادر يطحلكم على اللبسة، أي حاجة عندها علاقة، قادرة السياحة إلى آخره. يعني الصوالح اللي قريتهم في المتوسطة حين ينفعوكم بزاف بزاف. So today we are going to talk about computers. نقرأ النص بدون إطالة ونشرحه في نفس الوقت. Computers are very clever electronic machines. هذه الجملة الافتتاحية the opening sentence هي راح تمد لنا فكرة على كاع واش راح يجينا من أفكار. So واش معناتها؟ معناتها الكمبيوترات هذه هي آلات إلكترونية ذكية. دائما نقول لكم أونجلي تمشي هاك، وكي تحب تفهمها فهمها بالعربية هاك اتجاه معاكس. Computers are آلات إلكترونية clever معناتها smart intelligent smart machines ذكية. They شكون they؟ they هي computers. They are very useful يعني مفيدة جدا in our daily life، حياتنا اليومية تكون هي مفيدة بزاف فيها. علاش؟ why؟ first هنا ندخلوك شغل text argumentative. first ولا firstly because they اللي هي computers they can solve millions of problems، يعني تحل عدة مشكلات في عدة علوم. and store معناتها stocky كما نقولوا ستوكاج الذاكرة. and store large amounts يعني كميات كبيرة of information very quickly، يعني تستوكي معلومات بزاف وبسرعة. quickly يعني سريعا، العكس تاعها slowly. هذا السبب الأول. ثانيا second or secondly they شكون they؟ توجور computers. they can also معناتها أيضا support much information in the form of letter، يعني تقدر تفتح لك لي دوسيي سو فورم يعني على شكل letters drawings معناتها رسومات numbers أرقام figures etc. their ability يعني استطاعتها قدرتها شكون مازلنا نهضروا على computers. هنا رانا جاوبنا على سؤال، سي بور سا نعاود لكم they وكامل. اون سي جامي الاساتذه يدوا هذا السوجي all you يسطروا لكم على their يسطروا على they، انتم تكونوا واجدين. so their ability or capability to store تخزين and execute يعني تقوم ب lists of instructions. instructions معناتها التعليمات، يعني قائمة التعليمات which are called programs which تعود على التعليمات. هذا التعليمات تسمى لي بروغرام. made them very famous، هذا القدرة جعلتهم very famous مشهورين. and distinguished يعني آلات متميزة ما بين كل الآلات الأخرى. صح، دونك هنا شغل الفقره الاولى ذا فيرست باراجراف تحكي لنا علاش نحبوا لي زورديناتور، علاش لي زورديناتور حاجه كبيره. نروحوا دوكا مظاهرها يعني وين نلقاوها. nowadays معناتها في ايامنا هذه دو نو جور كمبيوترز ار ريبليسين مان ان ماني فيلدز. كمبيوتر هذوما راهم يرومبلاسيو تعوض الانسان. مان هنا ماشي رجل، هنا راهو النوع الانساني. ان ماني نعرفوا ماني معناتها بزاف، ميادين مجالات. they are شكون they؟ computers. they are used for many various kinds. هنا ماني هي various نورمال مو غير وحده تكفي ماشي بسيف زوج، تستعمل في بزاف انواع تاع الاعمال. وين؟ في الاوفيسز. اوفيسز معناتها المكتب يعني المكاتب في الخدمة، البريد إلكسيتيرا. banks البنوك، hospitals المستشفيات، and الجامعات universities. today قولوش today، قولو today simple computers يعني لي زورديناتور لي بلو سامبل ما نروحوش سوفيستيكي بزاف وكاع، شوية are small enough راهم بحجم صغير يكفي باش يستعمل في السيارة. دوك عندنا السيارات الذكية car in digital cameras يعني كاميرا نوميريك، in robots and children's toys معناتها ألعاب الأطفال. كل حاجة ولات ذكية. sorry. as they are becoming cheaper هو comparative adjective، cheap يعني حاجة رخيصة في الثمن، cheaper يعني ولاو أرخص في الثمن، وأصغر small smaller أصغر، ولاو أرخص وأصغر
Their use is getting more and more widespread. يعني الاستعمال تاعهم ولا منتشر كل مرة يزيد more and more. يزيد ينتشر أكثر. علاش؟ باسكو ولات الناس تقدر تشريها وصغار يعني نقدر ندوم في أي مكان. However معناتها ولكن مع ذلك a lot of people a lot of synonym تاع من تاع دوك شفناها هنايا تاع many sorry a lot of people are afraid يخافوا afraid of computers علاش يخافوا because شوفوا غير تشوفوا because عارفوا باللي كاين هنا في التمارين كاين سؤال راه جايكم تاع why غير وجدوا روحكم because استروا عليها باش من بعد تلقاوها بالخف they هذه ماشي computers they هذه هي a lot of people they think that one day او جاي نهار computers will take over the world from men يعني راهم خايفين يجي النهار وين الكمبيوتر هذوما يدو مكان الانسان and will dominate their human spaces وش معناتها يعني دومينيو معناتها يتغلبوا ويدوا السيطرة على النوع الإنساني هذا هو المرجع ولا المصدر تاع النص نروح الآن للأسئلة دائما كالعادة نشرح لكم التمرين ثم جاوبوا ورجعوا لي للتصحيح التمرين الأول واش يقول يقولك the following statements true or false معناتها تكتب هنا غير true كتب true ماشي دير تي ولا اف كتب true تاع الصح ولا false تاع الصح اذا نشرحهم لكم وحاولوا ورجعوا لي computers are very valuable يعني هنا valuable معناتها لا valeur okay value machines يعني آلات عندها قيمة كبيرة صحيح ولا خطأ true صحيح false خاطئ computers can substitute men in many fields. شو معناتها substitute استاذة راضية؟ substitute ديجا شوفوا بلا ما نقولها لكم اون انجلي قريتوها في الفرنسي نهار قريتو لي substitute lexico لي substitute grammatico شو معناتها؟ معناتها حاجة تعوض يعني computers يقدروا يعوضوا الانسان في عدة مجالات true or false. Computers are used just in offices مستعملة فقط just معناتها فقط في المكتب شوف لي انت لا صحيح ولا خطأ دي a lot of people are fearful fear معناتها الخوف okay fearful of computers بزاف ناس يخافوا الكمبيوتر يلا حاولوا وشوفوا معايا التصحيح هاي قولوا لي واش درتوا فيها انا واش لقيت computers are very valuable machines true عندها قيمة كبيرة هذو الآلات عندها قيمة كبيرة computers can تقدر تعوض الإنسان في عدة مجالات نعم yes true شفنا المصانع تاع تركيب السيارات مثلا الإنسان كاين صوالح ما يقدرش يديرهم في النص هاي ليك nowadays computers are replacing men in many fields إذا see computers are used just in offices هنا false علاش بس شفنا في النص عندنا offices banks hospitals and universities وميادين أخرى وكثر وكثر في الأقسام وكذا A lot of people are fearful يخافوا computers وش درتو توما أنا حندير true علاش true أستاذة باسكو علاه هايك fearful هايك they are afraid of computers هذه سينونيم تاع هذه يعني هنا درونا جودمو حنا فقنا لهم إذا عندنا true false true نشرح لكم التمرين اللي بعده 2 in which paragraph يعني في أي فقرة is it mentioned معناتها ذكر أن ذكر أن mentioned that computers هاي اللي نحوسوا عليها احنا more that computers are used for different purposes وش من الباراغراف وش من الفقرة يهضر لنا الكاتب بلي الكمبيوتر تستعمل في عدة ميادين هاي قولوا لي تو برافو في السكند صافي نقولوا the second تحبوا تكتبوا paragraph ولا دوك نوريكم العفسه كيفاه paragraph ولا ديروا هكا ان كتبوا S ودخلوا فيها S هكايا S 2 in paragraph 2 هذا رمز الباراغراف نشرح لكم اللي بعده answer the following questions according to the text أجب عن الأسئلة حسب النص السؤال الأول do أول حاجة شوفوا لي نوع السؤال يخي دائما نقول لكم عندنا WH question هاي لك WH question معناتها هنا راح تمد لي معلومه جمله طويله تجبدها من النص هذه ماشي دبليو معناتها راح تبدا لي يا بيس يا بنو خمم اذا هذه المعنى تاعها هل غير اي حاجه ماهيش دبليو اتش المعنى تاعها هل مهما كانت اوكي هل كمبيوترز فاسيليتيت اور ديلي لايف هل كمبيوتر فاسيل شو فاسيل يعني ترجعها فاسيل
اوكي حياتنا اليوميه، هل تسهل حياتنا اليوميه؟ جاوب، على بالي جاوب تعرفه بصح وري لي كيفاه تجاوب. و معناتها اين، و ار كمبيوترز يوزد، اين تستعمل، يوزد معناتها تستعمل الكمبيوترات هذه وين يخدموا بهم، واي معناتها لماذا، لماذا وعلاش راهم a lot of people afraid of computers، علاش بزاف ناس يخافوا لي زورديناتور. هاي جاوبوا معايا نشوف. انا على بالي بلي كامل درتو يس، بصح اللي كانوا يتابعوني في المتوسط ما عارفين بلي نرجع الكلمه الثانيه ثم الكلمه الاولى وندير نقطه. الثانيه هنا هاي اللي الاولى دو، الثانيه هي كمبيوترز، كمبيوترز بالاس بلوريال يعني راح نعوضها بذاي، هذه ذاي هي اللي نكتبها، ما نكتبش كمبيوترز، نكتب ذاي يس ذاي، ومن بعد نرجع الكلمه الاولى اللي هي دو، نكتب دو فوالا يس ذاي دو. هذه الاجابه ما كاش كيفاه تصابوطيك الاستاذه، شلون ما كاش كيفاه راح تدي العلامه كامل عليها 3 بوان، هذه نقطه، النقطه هذه راك ديتها ما كاش ينحيها لك، فهمتوا؟ ما تكتبوش يس فقط استاذه. لو كان نو، لو كان نو لو هنا خطأ، نو لو كان نو نكتب هنا نو وهنا نزيد نوت، معناتها لو كان زعما قالوا لي اسكو لي زورديناتور يصعبوا يصعبوا حياتنا، انا نقول لهم بيان سيغ لا لا، راح نكتب نو ذي دو نوت. اوكي فهمنا. نروحوا الان الى الدوزيام، هنا عندنا وير معناتها اين، اين وير ار كمبيوترز يوزد، شفنا في النص عندنا ان اوفيسز، نكتبوا ان ان ونكتب اوفيسز بانكس هوسبيتالز اند يونيفرسيتيز كيما كتبوه هما في الجمله نتاعهم، تعاودوا تنقلوها كامل. واي غتشوفوا واي، اعرف بلي الجواب تاعك راح يكون بيكوز الا اذا درتوا الدرس تاع الهدف، قادر هنا نقولوا واي نقولوا تو باش يدير كذا وكذا، اذا قادره تكون بيكوز، قادره تكون تو ولا مرادفاتها اللي هما سير اس تو وقريتوهم ان اوردر تو اتسيترا. واي ار ا لوت اوف بيبل افريد اوف كمبيوترز، علاش يخافوا؟ عندنا في النص هاي ليك بيكوز، نبدا من هنا بيكوز ذي ثينك ذات وان داي كمبيوترز وي تيك اوفر ذا وورلد فروم مان اند ذي ويل دومينيت ذا هيومن سبيسيز. هذه كامله وين راح نكتبوها؟ نكتبوها من هاي ليك، ارفدها كامل كوبيها كوليها، بصح شوفوا ما تروحوش ديروا نقاطي تكتبوا الكلمه الاولى وتروحوا تكتبوا لي الكلمه التاليه اللي هي سبيسز، لا لا اكتبها كامل، هذه ما تكفيكش مستحيل، راح تجيب المسطره نتاعك وقلم الرصاص ترسم خط هنا هكا غير بشويه بقلم الرصاص واكتب، اكتب كلمات 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 حتى تكمل، جامي تكتبوا الكلمه الاولى نقاطي الكلمه التاليه نورمال. اساتذه نوعان، كاين استاذ اللي يقبل الاجابه وكاين استاذ اللي ما يقبلش، حذاري ما تريسكيوش. 4. What do the underlined words in the text refer to؟ هذه refer to احنا علمناها لكم في المتوسط، معناتها الكلمات هذوما تلقاوهم مكتوبين بيجوا خشان هكا ويجوا مسطرين في النص، على ماذا يعود؟ انا كي كنت نشرح لكم النص شفناهم جاوبنا مع بعض، اذا their ability يعني قدرتها، شكونها؟ هي computers، دونك their computers، وهنا which قلنا تعود على instructions يعني هذا التعليمات هي التي تسمى لي بروغرام. دونك واش نكتب هنايا؟ عندنا there نكتب computers، ها هو الرمز شتو شوفوا، ها هي s داخلها s باش تعرفوا تكتبوا هذا الرمز. so there شنو هي؟ هي computers، computers which قلنا instructions، اكتبوا هنا يساوي instructions. اي فوالا. التمرين اللي بعده text exploration، find in the text words that are opposite in meaning to the following. عندنا stupid معناتها حابس في مخه ماشي ذكي، و not known معناتها غير معروف، نعرفوها حنايا هذيا، هذه not known هي السينونيم تاع unknown، نعرفوها يا حسرام سنه ثالثه وحنا نقراو فيها يا اخي. دونك stupid معناتها انسان غبي، العكس تاعو شفناه في النص باللي they are clever electronic machines، دونك العكس تاعها ذكي اللي هي clever، قادرة تكون smart، اوكي smart phone smart TV، قادرة تكون intelligent إلا راهو يهدر على كاش إنسان، إذا حذري انت intelligent اوكي okay.
ومن بعد هنا unknown اللي هي هنايا شفناها من بكري من بكري من بكري. حنا واش حافظين؟ حافظين well known. شوفوا اتونسيون، هنا عندكم ملاحظة، حنا حافظين بلي هذه وحافظين هذه، وين راهي اللي راهي مذكورة في الناس؟ كاينة واحدة منهم صح، ما تروحوش تكتبوا وخلاص تروحوا ديروا هذه وهي ما كاش. الو وين راهي؟ حنا عندنا في النص عندنا famous، نخلي famous باسكو حنا نحفظوا الله يبارك، هذه نخليها، وهذه ما ممكن ديرها ما تحسبها لكش مالغري صحيحة. علاش؟ لأنه السؤال يقول لك وشنو؟ يقول لك find in the text، يعني اجبد لي الكلمة من النص ماشي من لورديناتور اللي راهو في راسك الله يبارك. نروحوا للصفحة الثانية تاع السوجي، بصح قبل نفكركم بلي لا مازال ما درتوش اشتراك في القناة ماذا بيا تابونيو ودعموني بزاف بلي لايك باش نعرف بلي راكو تتبعوا فيا، ونزيد ندير لكم لي سوجي واحد اخرين. اذا هنا عندنا الدرس تاع فريكونسي ادفيربس اللي هو درس التكرار. درس التكرار اللي هو وشنو؟ اللي هو من جامي ابدا 0% نيفر، روحوا الاولويز اللي هي دائما، في الوسط عندنا احيانا نادرا اللي هي sometimes، اوكي often نقدر نقول often sometimes etc. اذا احنا واش هدرنا على هذا الدرس؟ قلنا كي يكون عندي بيان سور سوجي اللي هو اي يو وي ذي، وبعديك عندي فيرب. لي فيرب هذوما ملي كنتو صغار واش نقول لكم؟ عندنا فيرب تاع الصح، فيرب تاع الصح اللي هي فعل حاجه صرات، وعندنا اللي وشنو هذو اسمهم فيربس، هذوما فيربس، وعندنا اوكزيلريز يعني كي يكون هنا وشنو هما اوكزيلريز؟ عندنا تو بي وعندنا تو هاف، دائما يجي معاهم حاجه، زعما هاف كي يكون هنا باست بارتيسيبول منا يولي لي بريزنت بيرفكت. يا اخي الا كان وحده لا لا، الا كان وحده راه مع لي فيرب، الا كان هنا معاه حاجه باست بارتيسيبول زعما اي هاف فينيشد اي هاف ريتن يولي اسمه اوكسيليا. وكاينه المودلز، وشنو هما المودلز يا استاذه راضيه؟ المودلز هما كان ماست، هذوما الكلمات الصغار اللي مولفين نخدموا بهم. شوف إلا كان عندك فيرب تاع الصح مثلا go stay write read eat، هذو ما لي فيرب تاع الصح، واش دير؟ هذو ما يجو هنا ما بين السبجكت والفيرب، مثلا I always go he sometimes gets up etc. زعما we never go، علاش؟ باسكو عندي فيرب تاع الصح. إذا كان أوكسيليير، شو نعطيكم قاعدة في زوج دقائق ما زيدوش قاعد تحاوسوا، إذا كان حاجة واحدة أخرى معناتها توبي ولا هاف كيكون أوكسيليير ولا المودلز كامل، لا لا ما تديروهش هنا، وين راح نديروه؟ ديروه هنا مور الفيرب. إذا كان فيرب تاع الصح نديرو قبل الفيرب، إذا كان أوكسيليري ولا مودل نديرو موراه. هذه القاعدة اكتبوها عندكم واروحوا نطبقوها هنايا. شوفوا عندي هي، نتوما حاولوا انا نشرح لكم وحاولوا من بعد رجعوا لي للتصحيح. سمحوا لي على الصوت اني شويه مبحح. هي تو ويك اب يعني يستيقظ early in the morning، وعندك often تما يهمكش كاع واش مدلك often معناتها غالبا، على كل حال تما يهمكش معناها غالبا ولا جامي ولا منين ذاك، تيهمك هذا اسكو فيرب تاع الصح. الا فيرب تاع الصح راح نحط هذه الكلمه هنا، اذا ماشي فيرب تاع الصح راح نحطها مورا. شوفوا نتوما، ومن بعد كي خلاص نبلاصيها هذا بشنو ماهوش مصرف، قال لك صرفوا. اذا هنا عندي هي تو ويكس اب، تو ويك اب عندي اوفن، هنا عندي ذا تشيلدرن تو بي بلاين فوتبول وعندي اولويز دائما، هي تو درايف هيز كار فاستر ذان يوجوال وعندك سم تايمز. خمولها تشوفوا السؤال الرئيسي وشنو هو؟ اسكو عندي فيرب تاع الصح ولا ماشي فيرب تاع الصح؟ هيا طبقوها لي ونشوفوا. ديرو بوز بيان سور، ديرو بوز وحاولوا ورجعوا لي للتصحيح. اذا هنا واش صدتوا؟ عندي هي، عندي هي، وهذا ويك اب هو فيرب تاع الصح. حنا واش قلنا؟ فيرب تاع الصح ندير قبله، ندير قبل الفيرب. اذا هذه اوفتن راح نكتبها هنايا، هي اوفتن ولا هي اوفن، ومن بعد نصرف. مادام عندي هي قلنا الفيرب راح نزيد له اس في الجزء الاول، ماشي تحكموا اب تزيدوا اس، لا لا نحي تو باسكو انا في البريزون ما قالولناش تون واحد اخر، دونك نديرو بريزنت سيمبل. هي نحي تو، نحكم الجزء الاول اللي هو ويك، كيكون عندي هي شي ات نزيد اس، هي ويكس اب
He often wakes up early in the morning. خلاص هذه يا رانا رفدناها جبناها هنا. تحوش تحبوا تكتبوها ساي. Morning, morning. سيبا. The children to be playing football. شوفوا هنا. To be وشنو؟ To be هو auxiliary. إذن ما راهوش verb تاع الصح. وش ندير؟ نديرها more. هاوليك هنا to be. كي خلاص to be ندير. إذن the children نعود نكتب the children نصرف to be بس كان حنخدم مورا. إذن to be the children are ومن بعد نكتب الكلمة هذه مورا منا are always playing ونكمل football. Okay, playing football. تقولي لي the children are always playing football. وهنا استعملناها سابا. He to drive. To drive his car معناتها يسوق. يقود السيارة هذا فعل تاع الصح. فعل تاع الصح راح نحطها قبله. خلاص غير تفوتوا تحفظوا هذه السابق. صافي تقولي لي he sometimes خلاص نخدمنا بها. عندي هي اذا راح نزيد s. he sometimes drives his car. كما نكتب الجملة حتى usual. هذا مكان درس من اسهل ما يكون. نروح للتمرين اللي بعده. Circle the silent letter in the following words. معناتها في كل كلمة عندنا صوت صامت. Silent معناتها silencio. حرف silencio يتكتب وما يتقراش. خمو لي تشوفوا ورجعوا لي. بيان سور يا أبطالي على بالي بلي لقيتوها. دونك هنا ما نقراهاش answer حنقراها أنس. وما كان درنا هكا خير بصح هي قالت لي circle دور على هذاك الحرف. إذا حندور على W answer وفي الحقيقة مام الأغ بس كما نقولش answer هذه American British. حنا نقرو American English. حنا نقرو British English. الأغ في النهاية ما يتقراش والأو في النهاية ما يتقراش. هذه official. أوكي دونك يتنحى هذا وهذا. هنا ما نقولوش right نقولو right. إذا W يزيد يتنحى. Wednesday ولا Wednesday؟ بيان سيغ وينزداي. اذا دي هذا تعرفوه من الاول البدايات تاعكم نكون عارفين بلي نقولوا وينزداي صح. هنا نقولوا اي كنو ولا اي نو يو؟ اي نو يو. اذا الكا هنا ذا كي از سايلنت ليتر. دربوا فين ان ذا جابس املا الفراغات. هنا نشرح لكم الكلمات انفورميشن تعرفوها معلومه. كليكت كليكي انقر. Account اللي هو لو كونت. كونت فيسبوك كونت جوجل اكسترا. account in order to قدرتو الدرس تاعها اللي هو التعبير عن الهدف. اوكي okay. in order to معناتها لكي فوالا. in order to عندنا هذا الدرس اني درت لكم فيديو عليه تبعوه. اذا هاي ليك الجمله. عندنا هنا فرع create a facebook home page. You must have an email or a phone number. You have to enter your personal and then you on the sign up button. أي خمّوا لها تشوفوا ليداتي ورجعوا لي. واش درتوا فيها يا أبطال؟ هنا عندي create Facebook homepage. يعني لي كي تكريي باش تكريي. وشنو هي باش تكريي؟ هي in order to. In order to. إن قادرين هنا ديروا 1 2 3 4 ومن بعد هنا الأستاذة تكتبوا لها 4 صح. كاين تلاميذ هذا سؤال يطرحوه للتلاميذ. قادر بصح كيما قلت لك انت والشيخ تاعك ما تيستيش هكا. خلو حتى يفوت الفرض الأول وتصحوه مع بعض والاختبار كي تعرفوا لها العقلية ومن بعد خدموا ذا الخدمة تاع التفنيين. خاطرش قادرة تقول لك أنا ما حطيت لك لا أن لا دو لا تخوا. كيفاه أنت تعمر بالأن والدو وتخوا؟ فهمتوني؟ حطت لك كلمات عمر بالكلمات. إن ذا لكي تكريي باش تكريي. In order to create a Facebook homepage you must have an email. لازم يكون عندك email. وشنو؟ دونك هذه خلاص an email account. لازم يكون عندك an account email حساب account or a phone number. يخي باش تكريي Facebook يقول لك أعطيني account تاعك تاع Google Mail ولا رقم الهاتف. You have to يجب عليك enter your personal تستعمل تدخل معلوماتك الشخصية your personal information. ما تقولوش information information information. okay
ماشي information. صح، كي تدخل معلوماتك الشخصية and then you تكليكي على الزر تاع sign up اللي هي التسجيل. So you click on the sign up button. الوغ الوضعيات الادماجيه هنا بالك تحط غلطو ديرهم في زوج وتقولوا ما كفانيش الوقت. علاش؟ خاطرش قالك تشوز، اختر واحد فقط من الفولوين توبكس. عندك زوج توبكس، اختر واحد اللي جاك ساهل خدمه. اوكي، توبيك 1 نشرحوه كمبيوترز ار يوزفول انفنشنز، يعني لي زورديناتور هو اختراع بزاف مفيد. ذات اولموست ايفري ون هاز وان، ايفري هوم هاز وان، يعني في كل دار كاينه ان اورديناتور. رايت ا باراجراف توكين اباوت ذا ديفرنت يوزز. باراجراف انتبهوا ماشي ايميل ولا باراجراف بسيط، على واش؟ talking about the different uses، الاستعمالات المختلفة والمتنوعة تاع الاورديناتور to you as a pupil. هذه مهمة جدا، ما تروحوش تقولوا لي كاينه في البنك وكاينه في المستشفى وكاع. انت كتلميذ الاورديناتور فاش يفيدك؟ عطاونا شويه افكار هنا. the following notes may help you، قالك to study باش تقرا، search for new information تبحث عن معلومات جديدة، to play different games تلعبوا لي جو، كاين لي جو ما يطلعوش في التليفون لازم الاورديناتور، to chat with friends etc، to draw ترسم الى اخره. اكتبوا لي باراجراف صغير ما تطولوش، هذا فرض ماشي اختبار، عندكم ساعة واحدة لازم تكونوا كتبتوا. يا ربي كي تكتبوا 5 سطور 6 سي بون. topic 2 على وش هذا الموضوع الثاني. the internet is a very useful invention، الانترنت يعني كيف كيف اختراع بزاف مفيد. as it offers، as هنا معناتها because it offers a great services، it offers us great services معناتها يمد لنا بزاف خدمات. but it has bad effects، عنده صوالح ماشي ملاح، mainly on children سورتو على الاطفال. write a short statement talking about the internet، وش معناتها statement كيف كيف paragraph. the internet usefulness، الفائدة تاعو، and its hidden dangers، وش معناتها؟ معناتها الخطورة المخبية تاع من؟ تاع الانترنت. هذا درناه في السنة الرابعة. هاي نتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله، ما تنساوش تدعموني بلي لايك باش نعرف بلي وش راني ندير راهو مفيد لكم. تهلاو في روحكم وفي والديكم. سلام.